كل عام وانتم بخير زملائي وعيد سعيد على كل متابعي قناه زاغروس. اليوم موضوعنا عن انتشار الاسلحه البلاستيكيه بيد الاطفال. هاي الظاهره مزعجه والسبب اصابات بين الاطفال وهي منتشره خصوصا بايام العيد. خلينا نشوف اراء المواطنين ابقوا ويانا. ايامك سعيده وكل عام وايامكم كل عام انتم بالف خير، ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله. شنو رايك بظاهره انتشار الاسلحه البلاستيكيه بيد الاطفال خصوصا بايام العيد؟ والله هاي بالنسبه لي انا ادعس ظاهره، طبعا انا صاحب اولاد اثنين والحمد لله والشكر، يعني ما فد يوم متقربين على هاي الامور. ليش؟ لانه اي شيء للعنف ما نريده، نحب السلام احنا، نحب انه الطفل يتعلم شغلات على منصة إلكترونية أو على فشي إلكتروني. تعرف هاي يعني سلبياتها كلش هواية، وأنا أعرف يعني حالات كلش هواية، يعني إنه إصابة طفل بالعين بسبب صدمة مسدس أو بسبب لعبة بلاستيكية تأذي أو هي رشاشة أو فشي. المهم أنا يعني أذب السبب الأول على التقييس والسيطرة النوعية اللي هي مسؤولة عن فحص البضاعة اللي داخل العراق من كل دول جوار أو دول العالم أو الصين أو أي دولة مصدرة أو منتجة لهذه البضاعة. الأسباب ليش؟ لأنه المفروض الدولة تعرف أنه هذا فشي خطر على طفل. تعرف إحنا أطفالنا يعني أكو توعية، هي بس يعني طفل تطي فلوس أنت يروح يشتري من الشارع، هو يعني أنت قام تقعد تراقبه أو تقعد ده. المهم المفروض هم الدولة إلها يد بهذا الموضوع لسبب إنه هذا الشيء مضر لأطفالنا، وأني جدا جدا ضد هاي الألعاب. يعني هي ظاهرة حقيقة مو حلوة، لأن ناس هواية تأذت من عندها، ناس ضررت حتى تعوقت، يعني حكيها صراحة. يعني ندعي يعني يكون هاي واجب الحكومة إنه تراقب التاجر يستورد هيك يعني أسلحة وهيك ألعاب. زين يعني حتى الطفل هسه بالعيد بتجي له شنو يشتري؟ مسدس. شنو يشتري؟ سلاح رشاشه او زين. ما يلتجي مثلا الالعاب الالكترونيه، مثلا الالعاب البلاي ستيشن او الاكس بوكس او غيرها. زين راسي يلتجي الى العاب العنف، وهذا الشيء يعني ظاهره مو حلوه، حقيقه مو حلوه. يعني نشوفها بس عندنا بلدنا هذا الشيء موجود، تلقى بغير بلدان ما تلقى هالشيء. لا ما تلقى يعني مثلا العاب المتنزهات، يروحون الالعاب اللي يلعبون الالعاب الالكترونيه زين، مثل البلاي ستيشن او الحاسوب او غيرها. احنا لا، راس نجي اول ما اشترى له مسدس او رشاشه. هاي الالعاب وهي اصلا بالحقيقه مؤذيه. زين اكو العاب مثلا اوكي رشاشه ومسدس بها اصوات، ليش اللي ها بها مثلا عفوا اللي هذا الصشم البلاستيكي هذا يضرر الانسان، يعني العين او الوجه او اي شيء. زين زين سببها منو هذا؟ سببها الاهل. الطفل ما له دخل. هاي ظاهره مو كلش مو زينه. يعني سببها ما تعرف، التجار دي يجيبوها، شو الحكومه مانعتها والتجار دي تجيبها. شنو المشكله ما دي تعرف؟ يعني لازم هاي توعيه من الاهل الموجودين بالبيت، يعني ان يوعون اطفالهم ان ما ياخذوا لهم هذا الموضوع. يعني صعب كل الصعوب، يعني يؤدي الى يعني ضرب بالعين، ضرب بالراس، كسر بالرجل، يعني شغلات هاي كلش مو زينه بالنسبه للاطفال. يعني فانصح الاهالي يعني عدم شراء هيك موضوع، يعني بالعيارات الناريه للاطفال وبلاستيكيه، ويعني اذيه صشم غير صشم، هذه تاذي العين، هاي ضربه صغيره للعين تنهي العين، ضربه صغيره بالاذن، ضربه صغيره بالصدر. يعني هو طفل، شو ما عرف الطفل. فرحة العيد يقتلها سلاح بلاستيكي بيد الأطفال. وزارة الصحة سنويا تسجل عشرات الإصابات بهذا السلاح البلاستيكي عند الأطفال، وخصوصا في منطقة العين، وتسبب إعاقة دائمة. العودة لكم بالاستوديو.